بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. للعالمين وسطية واعتدال كي نعيش آمنين. هذا الإسلام المبين رحمة لل وسطية كي نعيش آمنين. هذا الإسلام المبين رحمة للعالمين وسطية. هذا الإسلام المبين رحمة للعالمين وسطية واعتدال السماحة والمحبة معه الخلق العظيم. هكذا كان محمد متواضع وكريم، لم يكن فضا غليظا بل رؤوف ورحيم. كان على الأرض يجلس، كان على الأرض يجلس، كان يرحم اليتيم حتى مع العبد يأكل. صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم. السماحة والمحبة معها الخلق العظيم. هكذا كان محمد متواضع وكريم. السماحة والمحبة معها الخلق العظيم. هكذا كان محمد متواضع وكريم، لم يكن فظا غليظا بل رؤوف ورحيم. كان على الأرض يجلس، كان يرحم اليتيم حتى مع العبد يأكل. صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم. هذا الإسلام المبين رحمة وسطية واعتدال. هذا الإسلام المبين رحمة للعالمين وسطية واعتدال كي نعيش آمنين. التكفير والإرهاب والتطرف والإقصاء انحراف وفساد ليس مرض بالسماء، فالإسلام جاء حتى يبني صروح الوفاء. هذا هو يا عزيزي منهج كل الأنبياء، الكل أبناء آدم عند شريعة سمحاء. إما أخا لك في الدين أو نظيرا بالإخاء، إما أخا لك في الدين أو نظيرا بالإخاء، أو نظيرا بالإخاء، أو نظيرا بالإخاء. التكفير والإرهاب والتطرف والإقصاء انحراف وفساد ليس من رب السماء، فالإسلام جاء حتى يبني صروح الوفاء. هذا هو يا عزيزي منهج كل الأنبياء، إذ كل أبناء آدم عند شريعة سمحاء. أما أخلك في الدين، أما أخلك في الدين أو نظيرا بالإخاء، إذ كل أبناء آدم عند شريعة سمحاء. أما أخلك في الدين أو نظيرا بالإخاء. هذا الإسلام المبين رحمة، الإسلام المبين رحمة للأهل وسطية واعتدال. هذا الإسلام المبين رحمة وسطية واعتدال. ناقش حاور جادي الوصف، ناقش حاور جادي الوصف، لكن إياك أن تكفر وابتعد عن التطرف. كن معتلا ووسطي، كن معتلا وسطيا بين القلوب تؤلف. ارفض كل جاهلية والتقاتل والتخلف، هل يجد ذلك في الحسنى لا بالسب والتحزن. فالإسلام دين الرحمة ليس دينا للتعسف، ليس دينا للتعسف، ليس دينا للتعسف. ناقش حوى
والجادل وانصف لاقي قاول جادل وانصف لكن اياك تكفر وابتعد عن التطرف كن معتلا وسطيا بين القلوب تؤلف افق كل الجاحليه والتقاتل والتقلب خلي جدالك بالحسنى لا بالسب والتعجرف خلي جدالك بالحسنى لا بالسب والتعجرف فالاسلام دين الرحمه ليس دينا للتعسف فالاسلام دين الرحمه ليس دينا للتعسف هذا الاسلام المبين رحمه الوسطيه واعتدال هذا الاسلام المبين رحمه وسطيه واعتدال صيح هذا الاسلام المبين رحمه للعالمين وسطيه أمة الإسلام أمة الإسلام أمة تدعو لنشر العلوم والألفة والمحبة والنصرة للمظلوم دين لا يرضى التعدي على حقوق المظلوم على حقوق المحروم يسعى لرفع المآسي والويلات والهموم أن تكون صاحب تقوى وتصلي وتصوم وأن توصل فكرا نير به الأخوة تدوم به الأخوة تدوم به الأخوة تدوم الإسلام تدعو لنشر العلوم أمة الإسلام أمة تدعو لنشر العلوم والألفة والمحبة والنصرة للمظلوم دين لا يرضى التعدي على حقوق المظلوم يسعى لرفع المآسي يسعى لرفع المآسي والويلات للمحروم والويلات والهموم أن تكون صاحبة تقوى وتصلي وتصوم أن تكون صاحبة تقوى وتصلي وتصوم وأن توصل فكرا نير به الأخوة وتدوم هذا الإسلام المبين وسطية واعتدال هذا الإسلام المبين وسطية واعتدال السماح والمحبة مع الخلق العظيم هكذا كان محمد متواضع وكريم لم يكن فضا غليظا بل رؤوف ورحيم كان على الأرض يجلس كان يرحم اليتيم حتى مع العبد يأكل حتى مع العبد يأكل صاحب القلب السليم صاحب القلب السليم صاحب القلب السليم السماحة والمحبة مع الخلق العظيم هكذا كان محمد متواضع وكريم السماحة والمحبة مع الخلق العظيم هكذا كان محمد متواضع وكريم لم يكن فضا خليظا لم يكن فضا خليظا بل رؤوف ورحيم كان على الأرض يجلس كان على الأرض يجلس كان يرحم اليتيم كان يرحم اليتيم حتى مع العبد يأكل حتى مع العبد يأكل صاحب القلب السليم صاحب القلب السليم يا بالإسلام رحمة للعالمين.